وللحديث عن آلية الانتخابات في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الدكتور صباح المختار. دكتور مرحبا بكم. يعني لنبدأ من حديث المحكمة الدستورية، تشترط حصول المترشح على حكم قضائي يؤهله ليكون نائبا في البرلمان حتى وإن فاز في الأصوات الانتخابية. إذا كانت عضوية البرلمان دكتور تأتي بحكم قضائي، إذا ما الداعي لإجراء الانتخابات؟ المشكلة في العراق أن هناك حالة غير طبيعية، وهي أنه يتم السماح لأشخاص بالترشيح للانتخابات في حين لا تتوفر فيهم الشروط. لذلك لجأوا إلى الأسلوب الذي يبدو صحيحا، وهي أن القضاء يجب أن يكون على ثقة أن من ترشح كان أهلا لذلك. ولكن في العالم كله هذه العملية تجري قبل بدء الانتخاب، تجري قبل قبول الأشخاص للترشيح وبالتالي يتم التصويت. في العراق يراد للمسألة شكل آخر، وهي أنه بعد أن تكون اللجان المختصة سواء كان الاجتثاث أو غيرها منعت الناس من الترشيح، تريد إضافة إلى ذلك بعد أن تنتهي نتائج التصويت وقد يفوز بعضهم، تقوم المحكمة بإيجاد أعذار أو أسباب لاعتبار أن هذا الترشيح كان خطأ، وبالتالي تحرم هذا الشخص من عضوية مجلس النواب. وقد حصل ذلك في الانتخابات الماضية عام 2010، كان هناك العديد من الأشخاص الذين أوقف قبولهم اعتبارهم ناجحين في الانتخابات لحين صدور قرار من المحكمة. والقضاء في العراق مشكلته أنه قضاء غير مستقل وغير نزيه، ويخضع للأهواء السياسية الداخلية إضافة إلى التدخلات الخارجية، إيران وغير إيران. هذه جميع هذه الدول لها دور في هذا الأمر. لذلك في العالم كله قبل أن يرشح الأشخاص إلى الانتخابات يجري التأكد من مطابقة الشروط لهم. في العراق المشكلة التي لدينا هي أنه الأشخاص يمنعون أما لانتمائهم الطائفي أو لأفكارهم السياسية أو لمواقفهم السياسية، وهذا ما لا يجري في العالم. في العالم كله لا يجري استبعاد أشخاص من الانتخابات لكون آرائهم سواء كانت شيوعية أو كانت متدينين أو كانوا من طائفة أو كانوا من مذهب أو كانوا من أقلية. لا يجوز ذلك وفق المعايير المعتادة في العالم، ولكن العراق قائم على النقيض لذلك. طيب دكتور، تعتقد صحيح هو ان حينما يستوفي الشخص المتطلبات الطائفيه او المناطقيه، ووصل الامر انه حتى بين نفس ابناء الطائفه في المدينه الواحده هناك الصراعات القبليه، الذين ينتمون الى قبيله والذين ينتمون الى قبيله اخرى. دكتور اذا كنت تسمعني دكتور، تعتقد دكتور ان القانونيين في بغداد او في العراق غافلون عن ذلك؟ البعض ذهب وقال إن هذه ربما تكون خطة مقصودة لإقصاء من يريدون بعد أن يتم انتخابه. دائما الإقصاء هو ليس بالنص، النصوص القانونية هي صحيحة، ولكن كيف تطبق النصوص؟ هذا هو المشكلة في العراق. أغلب القوانين اللي موجودة في العراق هي قوانين بصورة عامة معتادة باستثناء حالة الدستور وباستثناء الفساد في القضاء، ولكن ما يجري في العراق أن القضاء سيقوم بإبعاد أشخاص لدوافع سياسية، أن والله هذا أما بعثي أو هذا ينتمي إلى جهة معينة أو هذا كان له موقف سياسي أو أنه يعارض موقف فئة ما من الفئات السياسية. من هنا يأتي دور القضاء في الإخلال بعملية العدالة، وهي عملية الانتخابات المشروعة. دكتور، هناك من يتحدث عن مبالغ يعني وصفت بالخيالية صرفت على الدعايات الانتخابية، وهناك من يتحدث عن مئات الملايين من الدولارات، لكن أليس من المفروض أن هناك قانون ينظم مسألة تمويل الأحزاب والدعايات الانتخابية؟ والله يا أخي المشكلة أن الناس كلها تتحدث عن الانتخابات، الحكومة تتحدث عن الانتخابات، والعراقيين الشعب العراقي يتحدث عن الانتخابات، والسياسيين يتحدثون عن الانتخابات،
وكل ذلك بدعم من الدول الخارجية. الغرب يريد أن يقنع العراقيين أنك إذا أجريت انتخابات معناها كانت هناك مشروعية. جميعنا يذكر أن كافة الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي منذ الخمسينات لحد الآن كانت تجري انتخابات. الانتخابات ليست الديمقراطية، الديمقراطية وسيادة القانون هي أن تكون هناك مسؤولية أمام الشعب، وليس أن يجري انتخاب الأشخاص عن طريق التمويل وعن طريق التخويف. إضافة إلى ذلك أن هناك الفتاوى الشرعية التي تصدر تحرم وتحلل وتدعو إلى الناس، إضافة إلى الأموال وإضافة إلى التهديد والتخويف والعملية. هذه كل هذه الشروط لا تسمح بإجراء انتخابات في أي مكان في العالم باستثناء العراق. لا يمكن إجراء انتخابات في دولة التي ربع سكانها هم مهجرين. كيف تجري انتخابات حينما تكون هناك فوضى أمنية وقتل وتفجيرات في العالم كله؟ حينما تكون الظروف غير طبيعية، سواء كانت زلازل أو براكين أو حرب أو حرب أهلية، لا تجرى انتخابات. هذه حتى في الدول التي تعيش على الديمقراطية والانتخابات. دكتور بعجالة، دكتور عن عملية اللعب بهذه الوسيلة على الناس. دكتور بعجالة لو سمحتم، يعني إذا لم تجرى انتخابات كما ذكرتم أنتم في خضم فوضى أمنية تعصب بالعراق، وهناك أيضا عدد غير قليل من المواطنين العراقيين يعني نازحون في أماكن غير أماكنهم ومحافظات غير محافظاتهم، إذا لم تجرى انتخابات ما البديل دكتور صباح بعجالة لو سمحتم؟ البديل أولا أنه مثل ما وعد رئيس الوزراء بمكافحة الفساد، يجب أن يقوم بتنفيذ هذا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن يقوم الساسة العراقيين بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الطائفية والمذهبية والعنصرية، أن يقوموا بوضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية. يعني مكافحة الفساد، جعل القضاء قضاء مستقلا عادلا، تطهير القوى الأمنية من الميليشيات التي لا تدين بالولاء للوطن وإنما تدين بالولاء لأما مجموعتها أو قبيلتها أو عنصرها أو مذهبها. هذه هي الحل. أما موضوع الديمقراطية، هذا كلام يراد به استمرار هذه المهزلة التي تنكب العراقيين والتي يموت من جراءها الملايين من الناس. والله ما يجري حرام، وكل هؤلاء الذين يشاركون في الانتخابات كل منهم يرتكب جريمة بتبرير هذا العمل الفاحش الذي يؤدي إلى الإضرار بالناس بدعوى أنهم يريدون الإصلاح، ولا يريدون الإصلاح إلا لأنفسهم. رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الدكتور صباح المختار، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.